ترعدني. ديم الله الغاشي تيلاشي راه عليك تكتت تعكل حتى انا اللي جاتني في اللاكس انا اللي ميمتي راسي. ديما تيفكرني المؤدين قيمتي مازال والو كيما قالوا لا دنيا لا دين لا العاقه مرصوده لا صلاه لا بنين كي الكلام جارني للروض ولا ما نعرف فين مشى الخدامي خدم فين ما خدمت وانا. السلام عليكم بعدا وشكرا بزاف حيت استضفتونا هنا في القاعه ديال المركب الثقافي ديال الحاجب اللي قاعه زوينه تبارك الله مجهزه مزيان عجبني الحال الصراحه ديال العرض كيفاش داز لا من الناحيه التقنيه لا من الناحيه ديال الصوت الحمد لله. اللي تفاجئنا اليوم هو كان الحضور ديال مجموعه ديال الشباب اللي ماشي الشباب قل من 17 عام واللي عجبنا بزاف هو تفاعلوا بزاف مع العرض وتفاعلوا مزيان وفهموه وهذه الصراحه هي اللي نقطه الاختلاف على باقي العروض اللي كانت نقطه الاختلاف على باقي العروض وعجبتنا عجبت الفريق كامل. التشخيص ديال هذه المسرحيه هذه كان من طرف رشيد افراج وعبد ربي حسام تسطاوي تعاوننا نقدر نقولوا على الانتاج ديال المسرحيه بما يخص الملابس والديكور والاكسسوار وكانت فيزيون في لاسينوغرافي مشتركه وتمت الكتابه على هذا المنوال من طرفي والحمد لله خرجنا ديجا خرجنا بهذا العرض المسرحي هذا وكان ديجا كنا في مصرع بالقصيري سيدي سليمان مكناس ومازال لائحة طويلة وإن شاء الله نعاودو نجيو الحاجب به. هذا وكان لا تقدر لا يقدر الواحد زعما يلاحظ شوية العنوان هذا وكان فاش كنقولوها للمغاربة فاش ما كيكون مهرب من حتى شي حاجة هذا وكان ما عندنا ما نديرو وهذاك الشيء كتدخل المسرحية كما عندك منين تعرف هذا وكان